جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واخيه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدوله الكويت الشقيقه وخلال الاتصال اعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن خالص تهانيه بمناسبه تشكيل الحكومه الجديده وادائها اليمين الدستوريه متمنيا لها كل التوفيق والنجاح والسداد في تحقيق تطلعات الشعب الكويتي واكد سموه حفظه الله على عمق الروابط الاخويه والقواسم التاريخيه المشتركه التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث اطر تعزيز وتنميه التعاون الثنائي على مختلف الاصعده بما يعود بالخير والنفع على البلدين